مساكم الله بالخير مرة ثانية من صنعاء. أزف لكم خبر الإفراج عن الحارث الشريق، الحمد لله رب العالمين تم الإفراج عنه وكلم أهله وإن شاء الله الحارث بخير وطلع أموره طيبة. شكرا للجميع على صادق دعواتكم، والله يحفظ الجميع ويحفظ اليمن ويحفظ عمان، مع السلامة. مرحبا حارث، كيف الحال؟ عساك طيب؟ الحمد لله، طمنا عنك، طمنا عنك. امورك تمام؟ كل شيء تمام؟ الحمد لله، الحمد لله على سلامتك، والحمد لله انك طلعت بخير وعافية. طمنا، اهم شيء انه امورك طيبة خلال الفترة الماضية، ما كان في اي شيء عليك. الحمد لله رب العالمين. اذا يعني امورك طيبة، وبلغك سلام من كل اهالي السلطنة، الحمد لله الناس كلها واقفة معاك ودعواتهم معاك وكلهم ينتظروا اخبارك اول باول. الحمد لله. ان شاء الله برجع معاكم يرافقوني لعمان. اذا يعني الشيخ محسن اخو سعادة سفير اليمن في عمان هو الحين معاك وراح يرافقك الى عمان. يرافقني لعمان. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الله يعطيك الصحة والعافية ان شاء الله، وان شاء الله ترجع عمان بالسلامة باذن الله تعالى. امين ان شاء الله. جميعا الله يسعدك، الله يسعدك. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.